وللحديث عن التصعيد الصهيوني في المسجد الأقصى والقدس وحملات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون هناك رغم قرار الهدنة الأخير وتأثيراته عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني طه عودة. أهلا بك معنا أستاذ طه. أهلا وسهلا. بداية أستاذ طه، كيف تقرأ اقتحام المستوطنين اليوم للمسجد الأقصى لا سيما بعد يومين من إقرار الهدنة؟ يعني اعتقد استئناف الاقتحامات من قبل جنود الاحتلال صباح اليوم بعد 19 يوما من توقفها هي محاوله من قبل الاحتلال لاعاده الامور الى المربع الاول. هذه النقطه. النقطه الاخرى هي في اطار الحرب النفسيه الصهيونيه وخاصه للداخل الصهيوني بعد الخسائر وبعد الحرب التي خسرها الكيان الاسرائيلي جراء تفوق المقاومة إن كانت في غزة خلال تلك الفترة، وأيضا هناك الأهالي في القدس وحي شيخ جراح صمودهم ضد الاحتلال، وأيضا هناك كان تضافر كل الجهود في العالم وخاصة حتى يعني عدد كبير من الدول كانت هي متعاطفة جدا مع الفلسطينيين ومع الشعب الفلسطيني. أعتقد أن الاحتلال هو يحاول مرة أخرى العودة إلى المربع الأول، وأن هو يحاول الخروج أو البعد عن ما حصل في المرات الماضية وخاصة من علق بالهبات الشعبية وخوفه من المقاومة في غزة، خاصة أنها أصبحت تمثل هناك حالة من الرعب لدى الاحتلال بعدما تابعنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية فشل الاستخبارات بالنسبة للكيان، فشل القبة الحديدية في يعني هناك فيما يتعلق بصواريخ او قذائف المقاومه. لذا اعتقد كل هذه الامور محاوله من قبل جنود الاحتلال لاثبات الوجود بالنسبه لهم وايضا للداخل الاسرائيلي. نعم، ولكن هل تمتلك حكومه نتنياهو القدره على اعاده استفزاز ومواجهه المقاومه الفلسطينيه بعد الهزيمه التي الحقتها بالكيان؟ يعني التصور اعتقد ان هناك كانت هزيمه سياسيه بالنسبه لرئيس حكومه الاحتلال نتنياهو، ايضا كانت هزيمه ايضا عسكريه وخاصه كما اشرت لك قبل قليل الاستخبارات الاسرائيليه التي فشلت هذه المره في يعني معرفه قدرات المقاومه. ايضا نلاحظ او تابعنا خلال الايام الاخيره الماضيه كان هناك حاله من الصخب في وسائل الاعلام الصهيونية خاصة فيما يتعلق بنتائج هذه الحرب والخسائر التي يعني تتحدث وسائل الإعلام الصهيونية عن خسائر فادحة في الداخل الإسرائيلي، ناهيك عن هناك فيما يتعلق بهيبة الجيش الصهيوني وهذه القبة الحديدية. كل هذه إشارات واضحة يعني بأن هناك تراجع في الداخل الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بمواقف حكومة نتنياهو، ولكن على كل الأحوال يعني لا يوجد له بديل، هو يحاول قدر الإمكان الهدف الأساسي للحصول على مكاسب سياسية بالنسبة له بعد يعني أن فشل في تشكيل حكومة، وأيضا التواجد على الساحة السياسية رغم كل هذه الهزائم التي مني بها. نعم، لماذا هذا التركيز من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بهذا التوقيت بالضبط؟ يعني أعتقد هذه الاقتحامات في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وليست المرة الأولى، يعني هناك محاولات عديدة من قبل الاحتلال، ولكن أعتقد يعني هذه المرة كانت هناك نية لعملية الاقتحام ونية فيما يتعلق بتفريغ أو إخلاء هذا الحي، ولكن المفاجأة الكبرى كانت هي المقاومة كانت في الداخل في قطاع غزة، وأيضا الصمود وأهالي القدس وخاصة عدم السماح لهم باقتحام المسجد الأقصى وصمود أهالي من حي الشيخ جراح. كل هذه الأمور هي يعني وقفت هناك المخططات الصهيونية للقيام و العمل على هذا انجاز هذا المخطط، ولكن انا اتصور ان هذا هو يعني نقطه لن يتخلوا عنها خلال المرحله المقبله، خاصه يعني ان هناك عدد كبير من المستوطنين والمتطرفين اليهود يحاولون قدر الامكان الضغط على حكومه نتنياهو، وكما اشرت لك هو يحاول
من خلال هذه النقطة الحصول على مكاسب سياسية للبقاء في مركزه وفي السلطة.